بالنسبة لمقابلة المغرب مع مالي كانت صعبة، لأن المنتخب المالي لعب مع فرق كبيرة، منتصف 5 مع المكسيك، والمغرب لعب مزيان، ولكن هذا هو الجهد اللي عندهم، لأن مع تراكم المباريات ومالي راه فرقة كبيرة تاهي في التاريخ ماشي زعما، ونتمنوا باش يتهلاو في هاد الدراري مزيانين، انا باقي صغار يلاه 17 عام، ومن هنا قدام تكون شي نتيجه مزيانه ان شاء الله. ماشي المغرب ما كانش في نهار، الفريق المالي قوي، لعبوا مع فرق كبيره وانتصروا عليهم بحصص كبيره، والمغرب يلاه خسر معاهم بواحد الزير، وهذا هو الجهد اللي عندي انا اللي تنقول ديما يتهلاو في هاد الدراري باش يمشيو ديما يطعموا الفريق الاول. قافينا الحال ما نكذبوش على الله، ولكن الكره هي هادي، وخا هكاك راهم لعبوا فرحوا المغاربه بزاف، وماشي الخساره هي الانهزام، باقي ان شاء الله الوليدات غيجيبوا لنا ان شاء الله الفرح باذن الله. بغيت نقول لهم يعني بقاو تلعبوا على الروح الوطنيه، وبقاو تلعبوا لان انتم فريق قوي، وما يبقاش فيكم الحال، وحنا تنشجعوكم حيت انتم هزيتوا الرايه المغربيه بكل صراحه، وانتم وليداتنا وخوتنا، ومازال الخير قدام ان شاء الله، والكره هي هذه. الا ما ربحتوش هاد السنه راه غتربحوا السنه ان شاء الله. الا كانت يعني بسبب اخطاء كما كيقدر يحصل في اي مباراه، نتمنوا انهم يعني يستافدوا منها. 17 عام راه مازال ان شاء الله المستقبل قدامهم، وحنا دعينا معهم متمنين يعني دائما. دابا ولات عندنا اللهفه في المكان المنتخب الوطني لاعب سواء الكبار او هذا المينور، كندعيو معاهم، كنبقاو دائما قلبنا معاهم، ولكن هذه هي الكره ما فيهاش، لانه هذوك لعبوا اكثر هما في الشوط الاول، تبعنا راه كانوا الماليين شويه حاطينا فيزيك، وكنا كنتمناو بون ما عرفتش واش لعبوا، حيت انا في الفتره ما بين اخر الشوط الثاني لحد الان ما عرفتش واش مشاو ولا ماركا ولا ما مشاوش لضربه ترجيح، دونك الماليين هما اللي سجلوا. بون الكره وعرس كروي ما بون صافي مال، ولكن هادشي اللي كاين مازال ان شاء الله مازال يعوضوها مره اخرى. نتمنوا ليهم انهم كيف ما قلت اذا كان شي اخطاء يستافدوا منها مستقبلا، لان هذه الكره احسن الفريق المغربي الوطني المغربي راه بدا يعني بعثرات، والحمد لله حنا كنشوفوا فين واصلين اليوم. على العموم يكفي ان نقولوا المغرب او الفريق الوطني المغربي، حنا تنقولوا راه تاج كاين الحمد لله، يعني الحمد لله المغرب تعرف على الصعيد العالمي، ومستقبلا ان شاء الله تعود. هادشي اللي كنتمناو ليهم. ورسالتي ليهم هما انهم يجتهدوا ويعاودوا يجتهدوا، وراي واحد كيطيح ممكن يقدر يعاود ينوض، وهذيك النوضه ملي كتنوض قد ما طال الجلوس كتكون واحد النوضه قويه ان شاء الله. الا خسروا ولا تقصاو ماتش اخر جاي غيعوضوا ان شاء الله هادشي، وغيكون ماتش زوين ان شاء الله. حداج ماتش زوين، ولكن ملي تقصاو صدمونا صراحه، ما كاع ما كنا متوقعين الخساره ديالنا فهمتيني، ولكن ملي تقساو صافي هادشي اللي كاين. ولا كانت باينه صاحبي اخويا عندك العام، وما عندك تجربه اخويا، عندك تجربه ودري وقف فيه المغاربه كانوا فهمتي، ولكن كانوا ناقصين شويه فهمتي. لا ماشي ما كانش في نهارهم دابا باش يمشيو مع دوك يجريو مع الماتش صعيب. المغاربه لعبوا الدوزيام هذيك ربع ساعه الاولى كانوا مزيانين، اخويا كانوا صعاب عليهم بكل صراحه. الاولى ديال الكارت فينال ما عمر شي فريق فهمتي، ما عمر المغرب وصل لهذ النتيجه فهمتي، 17 ما عمرهم وصلوا. المهم نقولوا راه مزيانين بكل صراحه، كنا كنبغينا هذاك السيناريو بحال ديال فرنسا فهمتي، بقاو في الفينال بحال هذاك ديال الكبار. هو كاين شي لعابه هنا دابا في المغرب هنايا كاين شي لعابه مشوت، مثلا الفريق الرجال العالمي فهمتي، عنده واحد اللعابه هما الاولين في السبور، هما الاولين هلا كياخذ من واحد ولا جوج فهمتي، لعابه ديال الرجاء كانوا هما الاولين في السبور فهمتي، كياخذ من واحد لعاب ولا جوج. المهم النتيجه في الزيتا اللي عملنا مزيانه بكل صراحه، يعني هو المغرب ما عرفوش يجاريو الماتش ديك 90 دقيقه، يعني اللي عندهم حطوا نقولوا مثلا في بروميتا وربع ساعه الاخرين ديك 90 دقيقه عرفوا كيفاش دوزوا، عندهم واحد الخبره. المدرب ما عليه والو، غير هو بعض شي لعابه زعماك مثلا من هنا في البطوله كانوا نقدروا نقولوا عطيو اكثر من الاخرين، وهنا بابا المهم النتيجه مزيانه والله يا ربي الله ديما رجاء العالمي.